كافة حسابك. رئيس طبيب قسم الأطفال المعصور عليهم من 20 سنة. قسم الأطفال بيستقبل الأطفال 3 حاجات: معزول عن زوجيه، أطفال معصورة عليها، أطفال ضالة. المحصورة عليها اللي هو بيتلاقي من سن يوم بيجي من طريق النيابة، بنستلم الطفل الأول، بيدخل تعمل له محضر عن طريق النيابة أو الشرطة، بيطلع من هناك بيدخل المستشفى. لازم الأول يدخل حضان يشوف رعايته الأول حالته الصحية إيه بالظبط، وبعد ما يشوف حالته الصحية بيتعمل تقرير طبي، قرار النيابة إيداعه قسم الأطفال المعصورة عليهم، بيدخل عندي هنا، بيفضل عندي من سن يوم لسن سنتين. الطفل الضال اللي هو المتايه بيتم برضه ايداع قرار نيابه، بيفضل معايا هنا لحد ما يطلع قرار نيابه، سواء ان هو الطفل محصور عليه او الطفل يرجع لاهله. المعزول عن زوجيه للام مريضه نفسيه او الام مش عايزاه، برضه بقرار نيابه. الطفل بيفضل عندي لمده سنتين كاملين. الرعايه الصحيه بنمسك اول ما يجيني الطفل على طول، بعمل كشف طبي على الطفل داخل المكان، طعمه زي اي طفل عادي. الطفل دي شهادة ميلاد عادية خالص، دي بطاقة صحية، دي تأمين صحي، في مرور دكاترة أخصائيين من المستشفيات بتمر على الأطفال يوميا، في أخصائي اجتماعي، في تمريض اللي هم بيراعوا الأطفال، في فترة صباحية، في مسائية، في سهر. قوة المركز كام سرير وكم؟ بص حضرتك، أنا عندي ساعة المكان 20، ممكن نزيد ممكن نقل، احنا ملناش حد معين، يعني لو زدنا عن 20 بنستقبل. في صبيان وفي بنات، طبعا الديانه مسلمه الطفل يعني. في بحضرتك الدكتوره هاله مديره المكان، تحت اشرافها برضه تحت اشراف المكان، في الدكتوره اميمه ام طفوله، في الدكتور محمد زين وكيل الوزاره، كلهم بيجوا عندنا وبيشوفونا عايزين ايه، والمكان الحمد لله متوفر فيه كل حاجه، الالبان متوفره الوزاره، الحفاضات الوزاره، في برضك فاعل خير بيبقى اتبرع باي حاجه بيجينا هو يسالنا انتوا عايزين ايه. أستاذ المحافظ بردك بيزورنا. أنا اسمي نان محمد، شغالة قسم الأطفال المعصور عليهم بالمركز الصحي للبلدية. هنا الأطفال أنا مسؤولة عنهم، يعني لما عايزين كانوا عايزين ياكلوا بأكلهم، كان عايزين يشفوا وبحميهم. بعد كده العيال دول إحنا بنعملهم زي عيالنا، لأن هم يعني الواحد بيعامل الطفل كأنه ابنه بالظبط. بس هم أنا مسؤولة عن الحاجة دي، يعني عن لو عايز ياكل اكل، لو عايز يستحمى احميه. حضرتك يا دكتوره هلا حسني مديره المركز الصحي بالولديه، طبعا احنا بنشرف اداريا وصحيا على الاطفال المعصوره عليهم، طبعا الاطفال المعصوره عليهم اللي هم الاطفال اللي بيتواجدوا في الشوارع، او طفل اهله تعبينه او زوين، او طفل بيبقى في مشكله، او الاب والام دخلوا مثلا سجن وهو ما فيش اسره تعيط، هو بيجي هنا عندنا المركز لغايه سن سنتين، احنا بنراعيه صحيا واجتماعيا. وطبعا هنا المركز بيجي لنا بعد تقرير طبي جاي من المستشفى متكامل بحاله الطفل الصحيه، وان هو مستقر صحيا، ولو في اي مشكله في الطفل احنا بيبقى معانا دايما اخصائيين اطفال بيجوا يوميا بيتابعوا الاطفال. ولو في اي طفل محتاج انه يتحول لحضانه او يتحول لعنايه مركزه، بيتحول من المركز على اي مستشفى على الحضان او المستشفى لو كان في دخول. فاحنا بنحاول ان احنا نقدم للاطفال على قد ما نقدر الرعايه الصحيه المتكامله. الأطفال المعصور عليهم ده مركز موجود في مديرية الشؤون الصحية هنا في أسيوط، ومركز متميز. طبعا احنا بناخد الأطفال المعصور عليهم من سن يوم لغاية سنتين، بعد سنتين بيتم نقل الأطفال دول كلهم إذا ما جاش حد يتبناهم، يعني التبني ده مفتوح، وهيجي يلاقي الأطفال دول نضاف ومتغذين كويس وخاليين من الأمراض. وبعد سنتين هم بيتحولوا إلى مديرية التضامن الاجتماعي، هم اللي بتاخدهم من بعد سن سنتين لغايه ما يكملوا كبار خالص، سواء بنات او اولاد، بيبتدوا يفصلوهم بعد سن معين ويبقوا دول في دور ودول في دور، فده دورنا بالنسبه لهم. محجوز لهم برضو سراير في كل مستشفى، عندنا مستشفيتين او ثلاثه محدد بيهم ان يبقى التعامل مع المرضى المعصور عليهم، وليهم مكان محدد. ليه؟ عشان ما لهمش مرافق، فدول بيبقوا يعني زي عمله غاليه بالنسبه للمديريه. طبعا كل الاكل والشرب والبامبرز وكل ما يحتوي ليهم او كل مستلزماتهم دي موجوده من الوزاره وما فيش مشكله. طبعا لما معالي الوزير برضو شافها وشاف بعض السرائر اللي هي فيها مشكله، تبرع مشكورا ان هو يجيب سرائر جديده للاطفال،
وبرضو اقترح لو في اي نقص في اي حاجه بالنسبه للمفروشات او الاغطيه او الملابس، الحمد لله كلها متغطيه عن طريق الوزيره وعن طريق الوزاره، فشكرا للجميع.